بالنسبه لواحد السؤال ديال واحد متتبع في التعليقات، قال لك الماتش ديال 98 مع رضوان العلالي لو فينال ديال لاكوب دي ترون. العلالي انا ما نكذبش عليك، العلالي من اذكى المهاجمين اللي دازوا في الفريق، يعني كنهضروا من ناحيه الذكاء. مي ذاك الساعه كنا صغار، كنا كنغلطوا، يعني كون كان العلالي عنده العقل ديال دابا لقيت اللي كان كيلعب الكره كون يلعب له. لعبنا فينال ديال فينال، انا ذاك المدرب اللي كان معنا قال لي انا اللي غنتكلف بالعلالي في المركز. بديت بديت مركز مع العلالي، من هلالي ما قلقناش معايا ديك الساعه، كنا طايح الناير ما كاين. مي لي تي تري زانتيليجون، واش دار؟ مشى بدل لو كوتي، مشى عند المخيم، مشى عند المخيم تما عرف بانه حيت انا ما كنتش كير بدل لو كوتي. لي تي انتيليجون هو وبدل لو بوس ديالو لو كوان لا زون اللي كان خدام فيها معايا، بدلها مشى قلب على اون اوتر زون. الفوطو تي تونسون نورمال، ما كان بيت الاول وتعدلنا ماركي انا بيلانتي الواحد عاود عطا الثاني هو ماركي الدوزيام بيت من لونغ تيرمي من المرحله. سيتي لي ديرنيير مينوت، وكان صعيبه لانه حتى العلامي خدا له ريسك في ديك لاكسيون وضربها بديك الطريقه، ولكن كتكون واحد البورتاج ديال لا شونس هو اللي بريزون باسكو كلوز دو فيغ ان تروك كتكون لا ريسك. فالعلامي كنت كنلقى معاه مشاكل، ولكن داك هذيك لا بريزونس ديالي كنت كنفرض على اي مهاجم انه ما يدياش في الكوره، كيفكر في الكوره ولكن راه كيفكر لنا شي حاجه جيده، يعني داك لو كونتاكت كان كيكون صحيح.